أهلا بكم مشاهدينا. مع مواصلة إسرائيل حصارها لسكان غزة وتحديدا في الشمال، أشارت صحف أجنبية إلى تقطع سبل العائلات للهروب من القصف والجوع، كما تناولت التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وعدم القدرة على تلبية احتياجات النازحين في حال طالت مدة الحرب. في صحيفة لوموند الفرنسية استعرض مراسلها الكارثة الإنسانية في مخيم جباليا مع تكثيف إسرائيل ضرباتها على شمال قطاع غزة الذي تعرض لدمار كبير والذي أصبح سكانه ضحايا للقيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات. وفي حين سأل ما إذا كان الجحيم في جباليا هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إخلاء هذه المنطقة من شمال غزة قسرا باستخدام العنف والتجويع من خلال قطع جميع الإمدادات، أشار إلى ما تسمى خطة الجنرالات والتي وضعها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي كيورا آيلاند، والذي قال للصحيفة إن الاستراتيجية المطبقة في شمال غزة لا تتوافق مع خطة الأولية وأن القادة الإسرائيليين يتصرفون بغباء تام، زاعما أنه دعا في خطته إلى فرض حصار مطبق على غزة ومنع دخول شاحنات المساعدات، وذلك لتجويع مقاتلي حماس بعد إخلاء السكان وليس تجويع هؤلاء. كما نقل مراسل الصحيفة عن سارة ديفيز وهي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العائلات في شمال غزة لا تجد طريقة للهروب من القصف والجوع، ما في ذلك الأطفال وكبار السن. ننتقل مشاهدينا الآن لنقرأ في الصحيفة التالية. وفي صحيفة نيويورك تايمز سلطت الصحيفة الضوء على الأزمة الإنسانية في لبنان، مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أجبرت أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم واللجوء إلى أماكن مؤقتة كالفنادق والمدارس والحدائق. وأضافت أنه منذ بدء الحرب هرع المتطوعون من مختلف الطوائف والمذاهب في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لمساعدة النازحين، وأنه رغم الجهود التطوعية المشتركة بين مختلف المكونات اللبنانية فإن المنظمات الإنسانية تحذر من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات إذا استمرت الحرب حتى الشتاء. وتنقل الصحيفة عن إيفو وهو ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنه وعلى الرغم من التخطيط لاحتمال نزوح أعداد كبيرة من الناس فإن السرعة التي تطورت بها الأمور ونزوح أكثر من مليون شخص في أسبوع واحد شكل مفاجأة لهذه الأوضاع، لافتا إلى أن الأموال والإمدادات المتاحة أقل بكثير من احتياجات الناس. كما أن القصف المستمر على منطقة البقاع في لبنان كان مثيرا للقلق، ليس فقط لأنه أجبر مزيدا من الناس على النزوح، ولكن أيضا لأنها منطقة زراعية تغذي جزءا كبيرا من لبنان. ننتقل الآن مشاهدينا لنقرأ في موقع بلومبرج الأمريكي أين توقف مارك تشامبيون عند التضليل الإسرائيلي بشأن دور قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، واعتبر أن رسالة نتنياهو إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتحمله مسؤولية تعرض قوات اليونيفيل للخطر لعدم الاستجابة لمطالب إسرائيل بسحبها تعد تضليلا سياسيا وتثير استياء الدول المشاركة في قوات اليونيفيل، وأنه ليس من شأن إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستنهي مهمة الأمم المتحدة في لبنان أم لا. ورأى أن اليونيفيل فشلت في منع تواجد حزب الله على الحدود لأنها لم تمنح القوة اللازمة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل الفشل جماعيا. كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة كان كفيلا بوقف إطلاق الصواريخ من لبنان، ولكن نتنياهو قد اختار الغزو. بدورها انتقدت صحيفة The Guardian البريطانية انتقدت تعامل إسرائيل مع الأمم المتحدة، رغم أنه من المفترض أن تكون الأمم المتحدة
وسيطا للتوصل إلى حلول سلمية أو على الأقل الحد من الأضرار. إلا أن إسرائيل تتعامل مع الأمم المتحدة باعتبارها مصدر إزعاج وخصم، تمارس منذ فترة طويلة ضغوطا ضد إحدى وكالاتها وهي الأونروا، معترضة على اعترافها بحق العودة اللاجئين الفلسطينيين. وبينما لفتت إلى أن الأمم المتحدة أصبحت الآن مؤسسة محاصرة ومهمشة في الصراعات الكبرى الأخيرة، رأت الصحيفة أنه يتعين على البلدان التي تتبنى النظام الدولي القائم على القواعد أن تتحدى المحاولات الرامية إلى إضعاف الأمم المتحدة، ويتعين عليها رفض أي محاولة لتقويضها. إلى هنا تنتهي هذه الجولة، عودة إلى الزميل جمال استكمال التغطية.